بس انا ما كرهت لك كذا كذا كام لله فرق ما شارك بس الحمد لله. فا دلوقتي ابا مع صديقي حسين الزغبي. سلام عليكم. السلام عليكم. سلام عليكم. ايه عاملين ايه؟ عاملين لايك. عارفه بقول لهم ليك اوعى تقولوا له على اللي انا عملته لكم. بهزر معاك يا عم. يلا استعد كريتيف معايا يا ابني. يلا استعد كريتيف. ليه؟ يلا يا ابني كريتيف عشان انا وانت هنخش 1 في 1 او حاجه. ايه ده؟ خش معايا 1 في 1؟ يلا بينا. لا ما انا بس عاوز اجرب البتاع مش راضي يشتغل معايا ليه. يلا بينا. من عايز اشوف البرو بتاعي مش راضي يشتغل ليه، اللي هو الاحتراف بتاعي لحسن. انا كنت مشغل حته دي برو. يلا يا نهار ابيض. إيه كنت مشغل حته دي برو؟ انت ده استنى يا عم انا قاعد بصطاد سمك دلوقتي. بصطاد سمك ايه يا ابني؟ ايه ده؟ هو قال سيبنا اصطاد شوية سمك. استنى بقى. يا سمك يا سمك يا سمك يا سمك يا عم اسكت بقى مالكش دعوة. وكل ما انت تنزل في المية بترجع تاني. يا سمك يا سمك. بص 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 اهو شفت انا رجعت تاني. عارف انا من خلاص. ها تختار انا ايه؟ ايه البيك اكس بتاعي؟ البيك اكس. اه ده بتاع ايه ده؟ بص انا بقى اصطدت كام سمك. واحد اثنين ثلاثة اربعة. اربع سمكات. يلا نصور السمك. نصور ايه ده؟ السمك. دي بتاعتك. انت فين؟ انا دخلت في الماب بتاعتك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الماب اللي عامله دي؟ كل ده بنزين. الله حاطط بنزين. حاطط بنزين. ايوه. وي ايه رايك؟ تعرف بقى انشبح ازاي؟ ايه ده؟ انت ما تقدرش تطير؟ لا بقى. انت معاك التليفون؟ اه معاك التليفون. ما معرفش ولا اي حاجه. ايه ده؟ يا نهار ابيض. ده انا في السماء باكل بحته البيتزا. استنى بس استنى بس 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 استنى اوريلك اهو. استنى بقى فينك اهو. شفت ولا عاوز حته ولا ايه؟ عاوز حته. ايه ده وانا اقدر طب بص تيجي نخش الماب بتاعتي. يلا ايه ده؟ ايه ده؟ اهو يا ابني مكان الخروج اهو. مكان الخروج اهو. انت عايز بقى تشوف في الماب بتاعتي؟ انا حاسس ان انت لا ما انا حاسس ان انت هتصدم. تعالى بقى. هي مكتوب عليها اسم ليست جيمر ماشي؟ موجود معاك التليفون؟ لا ما معايش التليفون. عارف ليه؟ ليه؟ حلوه الماب؟ ايوه. ازاي عملتها؟ ازاي عملتها؟ بص بقى تعالى بص اهو حلوه. شوف الديناصور حلو. وكمان بص البيت الطاير اللي كان في السيزون الكام يا ربي شايفه اهو. ايوه شايفه. وكمان دوت بقى ازاي عملته؟ ها ازاي عملته يا ابني؟ انت بص ما انت عندك كريتيف. لما تيجي تعمل الماب ديت لازم لازم تظبط في الماب بتاعتك الاول اللي انت تجيب البركان وكده وتعمل عليها مزرعه وبتاع وكده. فهمت؟ ايوه
فعشان ما فهمتش ولا اي هو حاجه. انت عاوز تعمل زيها؟ ايوه مش عارف، انا كنت بعمل، لكن مش عارف انا كيف بعملها. طب شايف بقى البيض الصيني؟